القطعات التي تم إنزالها في منطقة القائم تقدمها لاحتلال عكاشات الرطبة الكيلو 160 وصولا إلى ناحية المحمديات، واستمرت في تقدمها باتجاه الرمادي، فتصدى لها اللواء المدرع 12 وجيش القدس وعاق تقدمها وأوقف هجومها، ولذلك لم يتمكن الأمريكان من دخول مدينة الرمادي واحتلالها إلا بعد احتلال بغداد، وكان ذلك في 10 نيسان 2003. إلا أن الأمريكان أنزلوا قواتهم جوا واحتلوا مفرق طريق الفلوجة أبو غريب القديم، والذي لا يبعد كثيرا عن تقاطع غرب بغداد. اليوم أهل الرمادي طلعوا يطاحون بأنفسهم وبشرفهم بغيرتهم، إيدة واحدة وكلام واحد، لا يريدون أمريكا يدخلون أرض الأنبار وأرض العراق. لن نسمح اليهود إذا نسون أرضنا طول يهود كفى. إحنا إسلام ما نقبل يهود يطب عرضنا، ما نقبل يطب عرضنا. خونا دولة نصهم خونا. المسيرة بحد ذاتها هي ضد الإرهاب، ضد الإرهاب الأمريكي، لأن الأمريكان يقتلون النساء ويعتقلون النساء ويقتلون الأطفال ويهينون الشيوخ ويقتلون الشباب. أمريكا بحد ذاتها هي الإرهاب. الإرهاب هي أمريكا. الإرهاب هي أمريكا. الإرهاب الأمريكي النجس الحقيقي. المقاومة التابعة إلنا إحنا. أنا أعتبر نفسي إرهابي، الأخ هنا إرهابي، الكل إرهابيين. إذا تصفهم الولايات المتحدة المقاومة بالإرهابيين، فمدينة الرمادي الكل إرهابيين. A man in the crowd came forward. He was holding a grenade. إحنا ما نقبل الأمريكان يطبون أرضنا. إحنا مسلمين مجاهدين. إحنا ما نخليهم. إن شاء الله نضل مجاهدين. اقتلوا الأطفال والنساء. يحتلون ما خليهم يطبون. الجهاد جهاد حتى الموت ما خليهم نفقد ارواحنا. ولا